تاريخ بهدف هو الأسرع في الكلاسيكو منذ عام 85، كان ذلك في الدقيقة الثانية. ريمي كابيلا أجاب إبرة في الدقيقة 26، لكن إجابة لم تقنع كثيرا الباريزيين متصدري الدوري. لذلك تمكن أنخيل دي ماريا في الدقيقة 71 من تأمين الفوز لباريس سان جيرمان بحركة فنية رائعة، خدع جاتيجي ومن بعده ستيف موندوندا، هدفان لهدف باريس سان جيرمان أقرب من أي وقت مضى للاحتفاظ بلقب.